اجينا على هذا المكان لان ايان يريد بيتزا من عنده. ها ايان مسكر. اجينا هسه على دومينوز بيتزا الحمد لله فاتحين. اي شوف توها فتحت توهم فاتحين يمكن حتى هذاك اسبوع شوي يفتحون. هو للناس احنا توهم فتحوا احنا اول ناس. يا صباح يا عليم. كيف اخباركم وفيديو جديد؟ اوكي حبايبنا احنا حاليا موجودين بدومينوز. هذا اليوم طلعنا الصبح على رصاص الروح الميموريال داي نحتفل فيه ونوريكم الموكب مالتهم بس ما لحقنا. وصلنا الساعة 11 الا هو الساعة 10 يبلش وخلص يعني الطريقة اللي كنا رايحين عليه. anyway فاجينا هنا على دومينوز بيتزا راح نطلب بيتزا وراح نروح الحديقة كلش حلوه بالصور راح نستكشفها احنا وياكم. عاد يطلب البيتزا اخر مره جبناها من دومينوز بيتزا كانت تخبل طعمها رهيب. هذا المكان طبعا بيه كراسي وطاولات احنا راح نقعد هنا ناكل. المكان كلش حلو راح اصور لكم اياه داخل بعد روعه. عنوان المكان موجود هنا على الشاشه واكيد تحت صندوق بصندوق الوصف تحت هذا الفيديو موجود. جينا هنا شوفوا راح اخلي غراضنا. الجو يخبل شوفوا الجمال شوفوا شوف ايان اول ما راح قاعد هنا. اوكي شوفوا الله شوفوا جمال ميشيغان شوفوا الطبيعه اللي تخبل فيها البحيرات الجميله. اللي يعرف اللي يريد يستمتع هو يستمتع بنفسه هو يشوف الوقت الجميل الوقت المناسب الاماكن الحلوه ويطلع. اما النكتي اللي دائما يقول ماكو شيء ماكو مكان. اوكي ابسط شيء هاي خدوا سيارتكم دقيقه دقيقتين يم بيتكم اكو بحيرات اكو هاي الخضار الجميل اللي تجيبون شيء بسيط حتى لو من بيتكم تجيبون سندويتشات. احنا جبنا بيتزا اوكي جيبوا سندويتشات من بيتكم جيبوا مكسرات وتعالوا. وهناك اكو بلاي جراوند اريا للاطفال يلعبون يعني بكل مكان. احنا في ميشيغان الحلو بكل مكان اكو حديقة اكو بلاي جراوند اريا بحيرات هيجي خضار وجمال وين ما ترى. هاي قعدنا وجبنا البيتزا. شلون الاجواء حلو اليوم صح؟ يخبل هنا يجيبون القوارب وينزلون. يا شوفوا بس غيرت السيتنج مالت الكاميرا هسه شوي اوضح مو؟ لا صارت هواي. يزن يمنا شوفوا الجمال ما شاء الله تبارك الرحمن والله يعني شنو تمتعون مناظركم بهاي الاشياء الجميله. هسه بعد ما خلصنا اكل تعالوا خلينا نتمشى بهذا المكان الجميل استكشفوا روح. الحمد لله احنا مسوين هيك نزله حق العربانه عشان ننزل تحت قاعد نشوف الناس اكثر شيء هنا قاعد تجي تصيد سمك وقاعد تجيب قواربها وتجي. هذا المكان كلش حلو للناس قاعدة القوارب اللي حابة تجي رهيب الصراحة. واو you like the place؟ شوفوا هذا المكان احنا حاليا به هذا المكان. شوفوا شلون اماكن ثانيه اكو بنفس هذا المكان. هسه وين تريد تروح ارسلان؟ بيتش جيم كيتكاديا زين صراحه اروح الكيتكاديا علشانك. حاطه سيت بيلت شو مي برافو. حبايبنا رايحين الكيت كاديا الاولاد يحبون يرسم قاعد يسمعون كيت كاديا يحبون شيء اسمه كيت كاديا فرايحينه. وها هنا كيت كاديا
اللي يعرفنا يعرف ان احنا نحب هالمكان كثير. طبعا خلصنا التهينا معاهم وهنا خليني اوريكم عندهم الشوب اذا تبون تشترون هدايا او تشترون كارت. الحلو هم عندهم كارت مثلا 100 دولار، 150 دولار، اي شيء يعني انتم حابينه، وتعطونا هديه حق شخص من الاشخاص ويجي هو يختار هديته ويختارها من هنا عندهم، فهذا شيء كلش حلو. رجعنا للبيت، سويت باستا بنوع نوعين من الحشوات، حشوه مع طماطم، حشوه بروحها، هاي حشوه وعد. انا هاي الحشوه مالتي اولادي يحبونها اكثر شيء، يزن يحبها صح يزن؟ تعال لوك عيان قال اي لايك بابا بعد. منو احسن بابا ولا ماما؟ بابا. ثانك يو يزن، قصدي ايان. ايان ثانك يو يزن حبيبي. انا بابا هاد اوني مي ايه بس خالصه بانخ بابا سبانش اون مشروم.